لا توصف الشيء اللي في القلب. على يشهد راسك، الله. على راسك. بدأنا تركي فراغ. الحمد لله خلاص قربت خلص البرنامج. ما طلعت الا مش مجد. ولا جيت الحمد لله. الاستاذ لنا كلنا الحمد لله. برنامج. الحمد لله. الله يسلمك دروب. يعطيكم العافية. الله يسعد قلبك. الله يوفقك يا رب. سهل لك امره. بالعكس انت. سلامك توجيهاتك لك اليوم. طول عمرك يا رب. بالعكس انت بطل وما شاء الله انت مكافح الملعب. الله يسعدك. فهذا يعتبر رمز من رموز زد رصيدك خمسة انت حبيبي. الله يسعدك. يكفيك انك مع هذه النخبة هذه ما شاء الله. الشرف فيهم واحد واحد الشرف فيكم. طول لك عمرك الله يحفظك ويرعاك ان شاء الله يوفقك يا رب. الله يعافينا الله يلا سامحنا عادينا نوصل عندك نقول لك سامحنا. ما في ما فيكم اي شيء. اشغلناكم ازعجناكم الله يسعد قلبك. ترى الواحد يخطي وحدان ونزل وحين بدون ما يقصد فسامحنا. وانا اشوفكم كل يوم. نسامحكم. يعطيكم العافيه عمي مامون. احنا كرة ربنا يوفقك ان شاء الله. الله يسعدك. وديت ابرك بالله ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. الله يسعد قلبك واخر حبيبي يسر امرك يا رب العالمين. الله يسعد قلبك حبيبي. اشوف ان شاء الله خير رب العالمين باذن الله حبيبي. الله يسعد. ترى ما اخذت مساج عندك انت باقي انت باقي هو ترى اسد يلا بالله تكفون هدي شوي عشان انا قلنا نحك حطيت بسمة والله ما اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد قبل البرنامج والى الان. اللهم لك الحمد حتى ترضى. تروح تكون بحيرة ما يدري وين الخير. الحمد لله الحمد لله. انا جيت هنا وقلت ربي يرضني واذا خرجت ربي يرضني واختر لي ولا اذا خروجي بيكون زي خروجك انا اتمنى اخرج منك. الحمد لله. تذكر اول اتصال صار بيني وبينك الله قبل البرنامج عند الله سبحانه. اللهم لك الحمد. اللهم لك يا اخي مره ارتاح من السيد هذا. عاد تصدق كنت اتمنى اني اصلي العشاء اليوم فيه. الحمد لله. صلي ان شاء الله. صلي اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله فيك دكتور. كلمته قبل البرنامج كان عنده مشكله ما طلعت. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تعبت الخير الله برزق يا رب. جات ميز تكفى يا ابو ريان زعلناك وضايقناك ولا شيء ولك مني استرع. الله يخليك يا قلب الضحك يا ولد راشد. والله انا اكثر شيء بفهم واحد واحد الى بعد البرنامج راح استنى تمشي لا طلع انا اكثر شيء بفهم حبيبي اللي جيت انا على بريان جي غالي على الغالي تزور تفداك روحي والعيون تفداك روحي. ليش ما جيت هنا وصرت نجم انت وريان مو بالحاله. انا خايف ريان ياكل ياكل والله مو بالحاله هو والله ريان ياكل ياكل كفو كفو. هلا ابو هادي الله يحفظك الله يحفظك والله اللي قدمته قسم بالله شيء طيب وربنا يحفظك ان شاء الله والله والله يحفظك قسم بالله الحمد لله الله يديك العافيه ان شاء الله الحمد لله واليوم جاء وقت الوداع اصعب معاني الضياع والدمع ما منا عذاب لكن جسد فارق جسد وارواحنا متواصلة تبقى على ذاك الوعد درب الأمل بنواصلة هديتي شوفتكم هديتي والله العظيم شوفتكم هديتي لكم تدعون لي كلكم هذه أكبر هدية لي ترى شرف الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله مني بمعرفتك فخور والعذر مدد الله يسلمك ترى هذه داهية الله يسلمك تبقى على
والله يا اجدام بعد الناس هم اللي سووا الله يسلمك كان احنا قبل بعد ما تجي وقت ابراهيم عظيم يقول عليكم ماجد احنا ترى الكروش نحبها الا ابن اماس تدري تطلع منها بضبط كناسه تقول الله يسعد قلبك مشكورين تراك بلدية دعواتكم يا والله, والله العظيم أقولها جاد دعواتكم أبغى في وجباب ظهر الغيب أنا أخطيت فسامحوني وجل من لا يسوى ممكن أحد يخطب لزالي ممكن من التعب والضيق هنا واحد يضغط ولكن ادعونا وأنا أخطينا فسامحونا الله يسعدك فخر معرفتي فيكم لني بما عليك خلق من نفسك بصورة الدنيا تدور هذا يوم مميز ترى يوم 50 غالي على الغالي تبدأك روحي تبدأك روحي الله أكبر إياكم أول شيء تعودنا انه بيكون مده هو اخر واحد يتكلم لكن اليوم انا اتكلم انا فمي مليان اول شيء اني جيت هنا وانا اقلكم وجيت هنا وانا افتخر بمعرفتكم واحد واحد كلكم نجوم وكلكم تعلمت منكم الاكيد ممكن يكون في الهواء شيء وتحت الهواء اشياء انا ابغاكم تسامحوني في اللي تحت الهواء تسامحوني فعلا الواحد يمزح ويضحك كثير فممكن الواحد يتجاوز في مزح شوي ممكن الواحد يغلط ولكن انا ارجو منكم انكم تسامحوني في حال أخطيت في حال زليت في كلمة أخوي مخلد أخونا الكبير فأدروني كلكم وسامحوني كلكم الله كثير من أمثالك أجزاك خير والله أنك قدمت لنا خدمة ومعروف ما يعلم عن الله عز وجل الله يسعد قلبكم لا عكس كنت حريص حتى البارح أني كان حرصك على أن مخلد ياخذ حقه بالمشروع اللي ينفذه مشروع ضخم يعادل مشروع قناه كامله الله يسعدك انا والشباب كلهم ما قصرت والله معنا وابد مسموح طال عمرك والله ما شفت منك الا كل خير وعارف الله كل مزحك وكلامك وكلامك كله من محبه ما هو منكم الله عسى الله يوفقك ويجعلها خير لك انت الان نجم ونجم في البرنامج قبل البرنامج نجم وفي البرنامج نجم باذن الله بتستمر بنفتخر فيك وافتخر اقول صديقي ابو ريان اخوي اخوي ابو ريان اي والله كلكم والله للي موجودين ولا اللي راحوا كلكم والله نتشرف فيكم واحد واحد الله يوفقك اكتب لك اخوي سامحونا ما شاء الله عليك ما يجي منك الا ابتسام والكلمه العسل الله يسلمك لا بلا هواء ولا برهوه هذا اول شيء ثاني شيء يعني والله انك فخر لنا أصل البصمة الأخيرة والله أنك فخر لنا الله يسعدك فا يعني هنيئا لك وهنيئا حنا لنا بك يعني وموفق بعدي الله يسعدك إني تعرفت على إنسان على رأسي يلا والله ما تعرف يعني كم أنا أتعلم منك وأستفيد منك وأعتبرك أخوي الكبير الله يسعدك فجزاك الله خير وسامحني الله يسعدك أنت من تخطي على بالي عشان لسانك لا والله لك مكان ما حد ياخذ تركي تقريبا اول واحد دق علي اللي هو انا عبد الكريم انا اقول والله اني افتخرت فيك يا تركي اي يعلم الله لو يدرون الناس ان تركي تحت الهواء ترى راعي طهب ولا راعي مزح راعي استهبال راعي يكفيك وقت الصلاه كيف تصحينا يا رجل هل ادعوك يا لا هذه بدل بدل بصحي في البيت يا شيخ الله يوفقك الله يوفقك مكان ما حد ياخذ انزل الله مكان ما حد ياخذ وش ما تقول فيك رجل فخم لكن يعزينا ما راح نغيب ما راح تغيب عننا كثير انتظرك قريبا فعالياتك انتظرك قريبا
الله يوفقك. انت لحالك عاد تلعب لحالك انت. ذكرني ما راح تنساني بس تذكرني فيها. ابو ريان اخ وحبيب وغالي، والله العظيم ان نحبك ونغليك، وانا شخصيا يعني اللي على الهوى كوم واللي برا الهوى كوم ثاني. شخص عظيم، شرفت شهران كلهم، شرفت اهلك، شرفت زوجتك، شرفت ريان، قدمت ريان بالشكل الصحيح. اتعبت من بعدك، لو يجي زد رصيدك 150 ما راح يجي بواحد ربع تركي الشهران. فانا افتخر فيك وهنيئا لي فيك. رغم ان المشروع هذا حقك مشروع ضخم، الا انك ما نسيت معاذ كيكه. كيكه ترى يمكن شيء بسيط بنظرك، لكن والله تسوى شيء، تسوى اشياء كثير بعيوني. والله ما لقيت شيء تستاهله. وافي وافي والله يا ابو ريان. لكن انا اكيد في ناس ينظرون الحين، اتمنى اللي يحبني واللي يتابعني ابغى يتابعون ابو ريان. الله وابغى الحسابات اليوم توب التوب. تستاهل والله. والله العظيم ابو ريان اني احبك حب ما يعلم فيه الا فاطر السماوات والارض. على راسي. عساك على القوة. والله انك تستاهل كل خير يا ابو ريان. الله يعلم والله. لبيك. الحفل الختامي يابس. والله كنا توديع والله. عاد خلاص. الله ختمت زد رصيدك صراحة. والله كنا توديع امس. والله العظيم. لا لا. والله ما قصرت صراحة. يعني ما شاء الله قدمت شيء كبير للبرنامج. والله يوفقك ان شاء الله ولنا لقاء بعد ما نطلع باذن الله. اكيد. وهذه مي بنهايه المطاف، بالعكس انت الحين بديت تضرب. انا طلعت قبلكم عشان استقبلكم حبيبي. جد والله استقبلنا بعد الحلقه باذن الله لكم شيء يليق بمقامكم كلكم. الله يعافيك. الله يوفقك ان شاء الله. بريان برجعك قبل البرنامج، اتصل علي بريان قبل البرنامج ما كان في بيني وبينه اي معرفه، كان عنده ظرف قوي بيمنعه من المشاركه في البرنامج. ما راح اجيب الظرف ابشر، لكنه كان يقول ايش اسوي؟ قلت عندك الله سبحانه توكل عليه، وتيسرت الامور سبحانه وشارك معانا. ابو ريان اتابعه من قبل البرنامج اشوف كيف يطلع المسرح ويتكلم، والله العظيم اني كنت اتمنى اوصل ربع اللي هو واصل له في المسارح الكبار. قلت له واعيده استاذي على المسرح واتشرف بهالشيء. الله يسمح دروبك ويسعدك ييسر امرك. وعلى قولة معاذ راح استر عليك ان شاء الله لين بعد البرنامج. الله ييسر امرك. زي ما قال معاذ واعيدها انا واتكلم بلسان اخوياي، امون عليهم امنون علي. جمهورنا اللي تابعنا واللي يحبوننا نبغى حسابات ابو ريان اليوم كلها فوق. تكفون اي والله. باذن الواحد الاحد. سهل المتابعه. هنا نطلب. الله يسعد الدنيا واخره. عاد انت قدر ثاني. الله يرضى عليك. انت لحالك، انت الوالده تقدرك، فانا احبك من اول واحنا نحبك اكثر. الله يرضى عليك، احبك الله يا تركي، شهد الله اللي خرج اخوي. انا قلت لك يعني الناس اللي غمروني بشيء ما قدرت حتى أبادلهم بنص اللي يكنوا لي يعني، لكن يشهد الله اللي لك في القلب يعني صعب يعبر اللسان، لكن اللي صبرك انك راح تقر عين والدتك، وهذا الشيء اللي يفرحني انا اليوم انك حتكون جنب والدتك. هنيئا لها بك وهنيئا لنا بكم وهنيئا لي بحبك وحب امك. الله يرضى عليك. بقلبك. أول شيء أنا أحبك وأنت تعرف الشيء هذا. الله يسعد قلبك. أنت يا أبو ريان مبدع، وفرضت عليك علينا احترامك واحترامنا لك، وأنت مبدع أصلا من أول من قبل ما تجي البرنامج، وأكبر دليل اللي سويته لنا البارح أنا خالد حامد، عني أنا عندي معارض مهرجانات وتنظيم زي كذا، لكن ما عمري والله طبيت في حفل زي اللي سويه أمس تركي. زي ما قال معاذ أتعب اللي وراه. أمس بينت للناس من هو تركي، واليوم أنت طلعت تروح تكمل مشوارك الفني، وزد رصيدك كان محطة فقط لتركي، وإن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله في باقي في حياتك بإذن الله. الله يسعدك. أبو ريان أنا قلت لك ظهر أمس، أنت يا أبو ريان إنسان عظيم. الله يسعدك. أي والله أنت إنسان عظيم، ويعلم الله أنك تعبتنا يعني بعد شغل البارح، تعبتنا وحطيت الشغل علينا يعني الحمل علينا صار ثقيل الحين، ويعلم الله انك خسارة للبرنامج، و
لكن أنا أثق فيك ثقة عمياء أنك راح تستمر وراح تبدع أكثر وأكثر من اللي شفناه. وأنت إنسان يعني ما ينخاف عليك، إنسان خبرة لك، ثقل لك وزنك بالمجال هذا، ويعلم الله أننا حبيناك وأننا على ما قال جلسنا كثير معك ونصحتنا ويعني صراحة أتكلم عن نفسي، نصحتني بمجال النشيد يعني نصيحة كانت جدا جدا مهمة بالنسبة لي وراح أمشي عليها طوال حياتي، وراح أقول إن تركي محمد من الناس اللي وجهني واللي له فضل علي بعد الله عز وجل. فضل على راسي والله. أي والله يا أحب قلبي أنا بريان كبير. وكل ما بغيت أقول شيء قالوا الشباب شاب كف ووفوا، وفعلى طاي ريان كبير يوم جابوا عواله سعود غربي فأشوفه حزين وزي كذا، كنت أجي قلت اعتبرني ريان أبغى واسي، فكان يعصب علي يقول بس فأبغاك تسامحني والله. الله يسلمك. وكان جاري في غرف النوم ف تذكر دباتك وشك تذكر دباتك ذكرتك مدينة. فاللي أقول الله يوفق في الدارين في الدنيا والآخرة، وأول ما طلعت أنا بطب عليك مرحبا لي ألف سلمك أخوتي في بيت أخوك لبى قلبك. أول شيء سأل الله يوفقك. فأنا بريان بيني وبينك قصص ما حد يعرفها لنا وياه، قصص حلوة. أنا أقول صراحة مفروض أن اليوم نضحك نستانس أمانة. أنا أحب التحدي والله، أنا أحب التحدي، وقال بريان أنا بسوي شيء ما قد صار في زد رصيدك. أنا قاعد أفكر شو بيسوي والله، شو بيسوي يعني بيسوي مسرح خلاص. طيب هذه قد صارت صح، بس اللي شفته يوم جالسين يجهزون بس تجهيزات عرفت أنه ما قد صارت يعني صراحة. أمس قدم شيء جميل كأنه يقول هذا شغلي، تبغون تشوفون الباقي تلقون برا اذا طلعت. لو عرف انه ابراهيم إيه؟ هذا كرت لكن يعني. انا في حاجه عند بريان تعجبني صراحه، بعيدا عن المهرجانات عن التقديم عن كل شيء، في حاجه جميله جدا 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 صراحه، وانا اتمنى منه طلب اني يكثر فيها، يهتم فيها اكثر المهرجانات. انا اشوفها ابداع اللي هو التعليق. تعليق يا اخي حرام صراحه، تعليق بمعنى كلمه ابداع، انا اقول تعليق ابداع، بس اللي ما اشوف يعلق كثير عندنا هنا يمكن كان لما قالوا ما في مجال ان يعلق كثير، لكن بكره باذن الله اذا صرت انا لاعب كوره اتمنى اني اعلق على اقرب مباراه. تستاهل الله، تستاهل. الله يوفقك ان شاء الله. انت قدمت شيء جميل، وانا قلت لك قبل شوي اللي قدمته يكفيك، وفقنا الله وياك. وش الله يصدق قال من فول انا لبيت. الله يوفقك ان شاء الله. والله عباراتنا يعني ما في تعبير يوفي بحقك يعني صراحة. عرفناك مبدع، وكانت يعني أكبر دليل البارح يعني أبهرتنا أذهلتنا، كنا نسمع بأنه راح تشوفون شيء في زد رصيدك يعني ما توقعت اللي شفته البارح صراحة. فأنت اختصرت تركي محمد في 50 يوم في ليلة واحدة، وأنا أتوقع أنه لو فتح لك المجال أكثر راح تبهر وتبهر أكثر. فخور والله بمعرفتك، وفخور بالخاطر الزين اللي تملكه. اي والله. فاسال الله عز وجل يوفقك ان شاء الله. رسائلك الجميله، نصايحك اللي تعطيني اياها صراحه لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى كبير. اسال الله عز وجل يوفقك ان شاء الله، وحنا معك في شر ولا في قدر باذن الله. اللهم احنا من ربنا، لكن على ما قال ومن الناس اللي نحبه الله، وهو ان شاء الله يحبنا، لكن يمكن أكثر شخص كان مرتبط بوريان يمكن عبد الله. عبد الله عادي إخواني. أنا ودي عبد الله بس يعطينا. لا مسموح عبد الله. كلمة بس. عبد الله أخوي كلكم لكم قدر هنا. أنا بس أقول لبريان يعني يمكن أقول أنا السبب في طلوع بريان. والله مسابقة أنا خوف هذه. والله أنا أسف. انا رديت دينك بس ترى واحد يعني انا اطلب ابو ريان يحضر زواج اخوي كل تكليف علي. انا جاي زواج اخوك تكفى يعني. انا لازمك بزواج اخوك. انت بما انك باقي هنا في القريه راح تلاقيني قدامك اجهز مع اخوك. الله يوفقنا وياك. طبعا يا اخوان نقطه 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 اخيره بس دعواتنا
ابو غربي ابغى قريبا باذن الله تبشرنا او نجيك ببيتك ومحرر من دينك باذن الله. باذن الله. نقطه اخيره بس عندي ابو ريان، الناس يوم يشوفونه على الهواء، الناس يشوفونه على الهواء جدي بعض مرات او يتكلم مثلا، هو ما شاء الله معطيها الله طلاقه اللسان ومفردات وكذا. انا اقول لكم ابو ريان تحت الهواء اقسم بالله انه اكثر يمكن اكثر انسان فكاهي شفتها بحياتي. انسان نفسه حلوه، نفسه طيبه، مزاح لابعد درجه، وان شاء الله اشوفك بالسناب. شوف الشيء اللي تحت الهواء عندنا هنا انا ابغى اشوفه بالسناب. ماشي الرسميات على المسرح لا ضيعك ما ونطلب مثل ما طلبنا بدر ان الله يوفقك. اتكلم عن نفسي بالامر هذا ما اقدر اعمم ان كل شخص يعز على سعود يدعم ابو ريان وسعود شيء واحد. كلنا نقول اللي يدعمنا يدعم ابو ريان يستاهل. اللي تشوفونه بين وينه سعود. سعود هذه اول وحده. ايوه سلمته. ادعموه بالمايكات يا ادعموه بالمايك قول 50. انا اقول للاداره في رصيد ابو ريان اعطوني اياه. سعود الله يحييه صراحه. انت اذا طلعت الحين تروح عند حرماتك الاولى ولا حرماتك الثانيه؟ سلمني. والله عبد الله الجميري يا اخوان يحسب ان اللي نزلني ابراهيم هو اللي اعطيته. يا رجال جعله مو ب 500، جعله رصيدي كله تحت رجولك. بالله تحيه شباب ابو ريان. طبعا بما اني في هذا المكان واخر مره بكون فيه من غير شر، مو اخر مره ان شاء الله، في ناس لها فضل كبير علي في وجودي هنا. للامانه لازم اني اشكرهم. يستاهلون. واقل شيء اني اقوله في حقهم شكر، يعني انا ما بقدر اسوي لهم شيء اكثر من اني اشكرهم، لكن جميلهم ودينهم ذا على رقبتي. اولهم ظافر السبيعي ابو خالد لاني فداه، وعبد الله السبيعي، ابو عبد العزيز، ابو عزوز. يمكن شفتوه انت موجود معي كان امس، عبد الله ابراهيم. هذا الرجل يا ناس والله يعني عبد الله ابراهيم. عبد الله ابراهيم هذا انا احب اشكره عبر بدايه، لان بدايه تابعها ناس كثير. هو من فخامه هذا الرجل وافضاله علي، انا لو اقول اسمه من يوم الى بكره والله ما راح ارد له فضله. كفو انت تستاهل. وعندي واحد قابلته قبل 3 سنين، وتقابلنا في سناب قبل ما ادخل هنا، قال بصير من فريق دعمك. قبل 3 سنين قابلته في حفل واحد، عبد المحسن المستحي من حايل. طبعا هذا الرجل يا ناس قدم لي شيء يمكن ما يقدم لاخوه، والفزع اللي فزعها معي في الايام اللي كانت تزود فرصتك. يستاهل يستاهل والله. يبيد وجيههم محمد علي الشمري واخوياي كلهم في الاستراحه، كلهم واحد واحد ادري انهم قاعد ينظرون يستحتروني. بس تروح لهم ولا تروح المركز الثانيه؟ لا والله اروح لامي. الثانيه يا اخواني كذا غلط صدقني اليوم ما يرقد بالبيت. ام محمود. ام محمود. ام محمود. الله يسعدكم والله يجملكم، ويعلم الله يعلم الله اني فخور فيكم. انا مبسوط والله من اللي جاتني فرحه الحين، لكن انا يوم جيت هنا دعيت ان الله ما يخرج من هنا الا انا فرحان. انا فرحان انا مبسوط، ويعلم الله اني مبسوط اني فرحان مبسوط. يعلم الله اني مبسوط وفرحان في معرفتكم واني تعرفت عليكم. هذا الشيء يعتبر اقسم بالله انه كبير كبير، ومكسب كبير. مكاسب القناه سامي الجعوني، سامي الجعوني، سامي الجعوني، مليون الف شكرا 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 لله اللي خلاك تكون انت اداري علينا. ناصر الحربي فايز فايز مدخلي، كل اطيافنا كانت ناجحه بسبه الله، ثم فايز مدخلي فالله يعطيه الف الف عافيه. احمد السويري اخر الليل اشغلنا بالافلام حقته. والله يسعدهم واحد واحد، والله كان في اسماء طويله حقت القناه لكن لا يزالوا منهم. ابو عظم، محمد السيد، كلكم احبكم. احنا نحبك يا ابو ريان. الله يوفقك. الله يسعدكم. لا بالعكس، في مكافاه ما البس ابو ريان يكلمها كم يوم ونطلع. اكيد يقول حلفه حصى. نعم. احنا عندك تقابل ريان حاجه. كيف انت؟ رجال عظيم. ها؟ طالع على الدين اجازه، راح تنشغل الليل راسك مهرجانات.